بحوث علمية وأخرى تطبيقية لباحثين عراقيين قدمت خلال المؤتمر العلمي الثالث لوزارة العلوم والتكنولوجيا وبالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والتعليم العالي. 100 بحث قدم خلال المؤتمر وسط دعوات من الباحثين لاستثمارها في الاتجاه الصحيح. ماكو بلد بالعالم يتطور بدون بحث علمي، ودائما اذا تشوف البلد متطور او لا قيس ميزانيه البحث العلمي شقد هي بالبلد مؤشر. فاحنا تقريبا ميزانيه البحث العلمي يعني شبه معدومه، خاصه بسنوات اللي صارت بها ضائقه ماليه. فالبلد بحاجه الاساس هي انه تواصلوا ويا العالم، نبعث طلبه دراسات يتواصلون ويا العالم دراسات خارج البلاد، يكتسبون خبرات جديدة. خارج قاعة المؤتمر عرضت براءات اختراع لعدد من الباحثين من مختلف الوزارات والجامعات، براءات تبحث عن التسويق والانتشار والدعم، سيما التي تواكب التطور العالمي من الناحية التقنية. مشكلتنا انه بتشريعات وزارة العلوم والتكنولوجيا يعني ما عندنا فشي يحق لنا انه نسوق، يعني نسوق بحوثنا. يعني مثل ما قال الدكتور رب، يعني نتمنى ان يكون انه في التشريع حتى نسوق بحوثنا. احنا نشارك بكل المعارض، نعرض خصوصا بحوثنا التطبيقيه اللي ممكن ان تفيد البلد، اللي تفيد يعني بكل المجالات العلميه. نتمنى انه يجونا مستثمرين. مع كل مؤتمر علمي يتكرر مشهد عرض البحوث والاختراعات العلميه مع تكرار ذات المطالب، باهميه احتضان تلك الطاقات محليا قبل ان تجد طريقها الى الخارج. ارشد الحاكم، الرشيد الفضائي.